السلام عليكم. دونك رانا مع شجره واحده اخرى، بلونت واحده اخرى سموها الفرومبوازي، ولا اللي تعطينا فاكهه الفرومبواز. هذه الشجره اللي هبلتني واحد يقول صح، هي اللي في شلف هنا باش نضلي، ومع السخانه تبغي لها البرد وسخانه ضرت هنا في شلف، ما ادري عليك. حتى درت عفسه، درت لك صب، شوف انا مغطي على قابك صب، يفال نديرها صب باش تلقى عروقه في دار. باسكو غرسها في بيريود شويه ديفيسيل، يعني بيريود تاع سخانه موا دي جوان، يعني يقول لا فان جوان سخانه صمايم على هنا في شلف النار شعل. يعني هذه اللي هبلتني شويه الحمد لله. اي كما نقول لك درت لها قصبه، القصبه خلت العروقه يعني يكونوا فريشير، قويت لها الماء الحمد لله خرجت هانيه ان شاء الله. القصبه ما نقلعوها ان شاء الله. هذه هي شو قدامك، هذه الفرومبواز، هي الفرومبواز فان، الحب تاعها مليح، الناس يبغوه. يجي كونفيتير، يجي في لي سال دو فري، يجي في الياورت، يجي في لي طارت، يجي كصوالح. في فوائد عفوا فان، في لي مينيرو، فيها جو بونس فيه فيتامين بي، واحد تاع اللي فيه فيتامين بي. وبقى الناس عارف الفرومبواز هذا هو، الحمد لله ينجح. هو في الجزائر خاصه في مناطق بارده ينجح خمشلف، يعني عابلي في مناطق بارده احسن، لان في مناطق بارده ما مجليد وما يضروش الجليد، ما مجليد اصحاب اللي عندهم مجليد، اصحاب قسنطينه عندنا بالو كان يجي الصيف يجيو يغرسوه. اما هنا في الجهه الغربيه تاعنا شويه ديريكا في السخانه، برك السخانه لازم يكون عندك الماء، ولا دلو كما نقول لك ديروا عطوا مي اومر، يعني ديروا مكان فيه الظل، يعني كيكون الظل ما تخافش منه. هذه هي سادير راني غاسنا منه كميه ان شاء الله، كيما ندير نخدم بها بروجي. هذو من الاشجار اللي يكونوا ما شاء الله كيما ندير لكم عندي ان شاء الله، يكونوا عندي منهم للبيع، يعني كيما هذا الفرومبواز، كيما هذوك ما ندير لكم واحد اخر الميوريي، ما ندير لكم كيما لكم الساعه البلونت تاع شجره المورينغا، هذو صوالح عندي منهم انايا ان شاء الله للبيع ان شاء الله الاشجار. السلام عليكم.